وكمان على الصعيد الشخصي يعني بخبرنا اشياء مهضومه انه مثل شو؟ مثل شو؟ ما بعرف انا بانا عم راجع انا وياك. في مرة كان في مرة كان بحفلة باب كان عم بغني وكان في بيسين اوكي وكان يعني هو باب ما بيحب ابدا السباحة يعني بخاف من المي اوكي فشو صار؟ اجى زحت واجى بالمي وصار يعمل رولي بولي والناس مفكرته عم يعمل عرض يعني انه هيدا ضمن الشو فصاروا كلهم يهيصوا ويزقفوا ويضحكوا وهيك وهو حرام عم يبلع مي حرام رح يغرق فحتى كان في شيء كانوا على الطياره واستاذ الياس بخاف من الطياره ومن هيك بفتكر باب لانه كان كثير يمزح من دون ما واحد يحس عليه انه عم يمزح فبفتكر في شيء انه الطياره كانت عمل يعني هو كان نايم استاذ الياس وفجأة عمل كأنه الطيارة عم تقشط إنه عمل بانيك وهيك بوشدار عمل بوشدار فعمل في كأنه خلص إنه عم تقشط الطيارة ووقع هيك فحلو بدنا ضحك من الجمهور كمان ثانك يو ثانك يو كثير حلوين هالخبريات بعد في انا ايه شو عندك بعد خبريات ذكريات؟ خبرنا هي بيسألوني كيف مام تقدر تفرق او ساندك بتقدر تفرق بيني وبين باب؟ اجي مام تيجي لعنا مثلا سامي نعرف انه عطيت له باب سام عطيت له ايه تتفرق تتفرق يعني هو بغنج وباب انت النيك نيم